بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي درس التكامل الجزء الثاني رياضيات 6 رياضة 366 المستوى الثالث العلمي. بنشوف الأهداف الدرس اليوم اللي هي حساب التكامل غير المحدد لكثيرات الحدود، حساب التكامل غير المحدد للدوال المثلثية. ناخذ الهدف الأول، حساب التكامل غير المحدد لكثيرات الحدود. مثال: أوجد تكامل ما يلي: تكامل 4x تكعيب زائد 6x تربيع ناقص 9x dx. بقول يساوي، أروح حق التكامل اللي عندي، أنزل الثابت 4 أجمع مع الأس 1 فبيصير أس 4، ودائما لما نجمع مع 1 نقسم على 4. أنزل الستة العدد الثابت، الأس هني بجمع معاه واحد فبيصير 2 زائد 1 3 كهو أس 3، وأرجع أقسم على نفس اللي سويته في الأس اللي هو 3 ناقص 9 بتنزل لأنها عدد ثابت، إكس هني أسها 1 فأجمع معاها 1 فبيصير تربيع قسمة 2 زائد السي، لأن التكامل دائما الغير محدد أحط معاه زائد السي. بعدين أيا شوف عندي هني 4 في المقام، 4 في البسط وأربعة في المقام، أختصرهم مع بعض فيبقى عندي إكس أس 4 زائد 6 على 3 يعطيني 2 إكس تكعيب ناقص أنزل 9 إكس تربيع على 2 لأن ما عندي اختصار بين التسعة والاثنين زائد السي اللي هو الثابت. وبذي الشكل أنا خلصت هذه المثال. ننتقل إلى مثال آخر. بنروح إلى مثال آخر، أوجد كل من التكاملات الآتية: تكامل x ناقص 1 ضرب x زائد 5 dx. أول خطوة بسويها بروح أوزع القوس الأول، بضرب القوس الأول في القوس الثاني، أضرب x في x يعطيني x تربيع، سالب 1 في 5 بيعطيني سالب 5. أيا شوف الحد الأوسط شلون أطلعه، بضرب سالب 1 في x يعطيني سالب x، بعدين x في 5 يعطيني 5x، لما أجمعهم اللي هي سالب x مع 5x بيعطيني 4x. أنا ليه الحين قاعدة أعدل التكامل، أنا ما كملت لحد هذه الخطوة، بيقول بعدين يساوي، ببتدي هني أكامل، ولما ابتدي أكامل أشيل علامة التكامل، فبيهني x تربيع بجمع مع الأس 1 فبيصير أس 3، بقسم على الثلاثة اللي أنا سويتها في الأس، زائد أنا لازم أقول 4، الإكس هني أسها 1، فواحد زائد 1 2، يعني إكس تربيع على 2، لما أختصر 4 و 2 سيدة بيعطيني 2 إكس تربيع، سالب 5، إحنا قلنا أي عدد ثابت تكاملة نحطه نفس ما هو مضروب في المتغير x، بعدين زائد c اللي هو الثابت. أنتقل إلى تمرين ثاني بذي الشكل، تكامل t تربيع ناقص 8t زائد 15 قسمة t ناقص 3 dt، بحيث أن t لا تساوي 3. أي أقول أنا عندي عندي البسط حدودية ثلاثية، فآيي في الخطوة اللي بعدها أحلل الحدودية الثلاثية. شلون بحلل الحدودية الثلاثية؟ أخذ الحد الأول تي تربيع، أفتح قوسين، أقول تي في الحد في القوس الأول وتي في القوس الثاني، بعدين أخذ الخمستعش هي عبارة عن 3 في 5، الإشارة موجبة معناته يا القوسين سالب يا القوسين موجب. على أي أساس؟ أخذ على حسب الحد الأوسط فبحط القوسين سالب. كملت من التحليل، أيا لاحظ أن عندي في البسط تي ناقص 3 وعندي في المقام تي ناقص 3، أقدر أختصرهم مع بعض فيطلع عندي تكامل تي ناقص 5 دي تي. أنا ليه الحين ما كملت، أنا فقط قاعدة أرتب عندي الخطوات والتكامل اللي عندي. الحين ببتدي أكامل، أقول يساوي عندي تي أسها 1 فأروح أجمع مع الأس 1 يطلع أس 2، بعدين أقسم على الأس اللي أنا طلعته 2 ناقص 5 اللي هي بتصير أي عدد ثابت تكامله نفس العدد الثابت مضروب
في المتغير، وهني حطيت تي لأن أنا عندي بالنسبة للمتغير تي، فيطلع سالب 5 تي زائد الثابت اللي هو سي. وبذي الشكل أنا خلصت هذه المثال. ننتقل إلى هدف ثاني اللي هو حساب التكامل غير المحدد للدوال المثلثية. أول شيء لازم أعرف تكاملات الدوال المثلثية. أول واحدة عندي تكامل كوساين دي إكس يساوي، يطلع لي ساين إكس زائد سي. الدالة المثلثية الثانية تكامل الساين إكس دي إكس يساوي سالب كوساين إكس زائد سي. تكامل سيكن تربيع إكس دي إكس يساوي تان إكس زائد سي. تكامل كوسيكنت تربيع x dx يساوي سالب كوت x زائد c. تكامل السيكنت x tan x dx يساوي سيكنت x زائد c. تكامل كوسيكنت x كوت x dx يساوي سالب كوسيكنت x زائد c. تكامل الكوساين كي اكس، وبلاحظ عندي في هذه الملاحظة ان الزاوية مو باكس للكوساين، هي عدد ثابت في الاكس. انا شلون اكامله؟ اول شيء اروح اقول واحد قسمة هذه العدد الثابت في ساين نفس الزاوية اللي هي كي اكس زائد سي، بشرط ان الكي لا تساوي الصفر. تكامل ساين كي اكس دي اكس يساوي سالب واحد على كي كوساين كي اكس زائد سي، بشرط ان الكي لا تساوي الصفر. اخر واحدة فيهم اللي هي تكامل اي دالة اس ان في المشتقة دي اكس بتصير تساوي واحد على ان زائد واحد في نفس الدالة بس أس إن زائد واحد بعدين زائد سي اللي هو الثابت، بشرط أن إن لا تساوي سالب واحد. الحين نشوف المثال اللي عندنا. أوجد تكامل ما يلي: تكامل ساين ثلاثة يو دي يو. أنا عارف من الملاحظات إذا كانت عندي الزاوية أي عدد ثابت مضروب في أي متغير، أول خطوة أسويها أقول يساوي آخذ واحد على العدد الثابت دام ثلاثة يو، فأنا بقسم واحد على ثلاثة. بعدين أنا بحتاج أن الساين هي تكاملها الكوساين ماينس كوساين، فأنا بحتاج أحط سالب داخل التكامل وسالب خارج التكامل. بعدين بقول يساوي سالب ثلث كوساين ثري يو زائد السي اللي هو الثابت. بذي شكل أنتقل إلى مثال آخر. أوجد كل من التكاملات الآتية. عندي تكامل 6 كوساين تربيع في ساين إكس دي إكس. بقول أنا عندي الكوساين هني أس 2، فأنا عندي دالة ومشتقتها، لأن الكوساين مشتقتها سالب ساين، أي أرتب التكامل اللي عندي. فيا تشوف شنو بسوي. خذيت هني الاف اوف اكس اللي هي الكوساين اكس اللي هي الدالة، مشتقة الكوساين ماينس ساين، اروح اقول يساوي، حطيت سالب لان انا محتاجة السالب اللي عندي في المشتقة، واحدة بحطها داخل وواحدة بحطها برا التكامل عشان ما يتأثر. الخطوة اللي بعدها بيقول يساوي، قلنا العدد الثابت انطلعه خارج التكامل، فباخذ الستة بوديها خارج التكامل. خلاص صار عندي دالة ومشتقاتها، فقط أنزل سالب ستة، وبعدين بقول كوساين تربيع، باخذ التربيع وبجمع مع واحد فبيصير أس ثلاثة، ودائما الأس أقسمها بعد على ستة بقسمها على ثلاثة، لأن أنا الأس اللي عندي صار بعد أس ثلاثة، زائد سي اللي هو العدد الثابت. بيقول يساوي، ليش حطيت اثنين؟ لأن ستة قسمة ثلاثة يعطيني اثنين، كوساين إكس تكعيب زائد سي اللي هو العدد الثابت. أنتقل إلى المثال اللي بعده اللي هو
تكامل كوت تربيع ثيتا دي ثيتا. أقول يساوي، أنا لحين ما كملت، أنا عارف أن الكوت تربيع ثيتا يساوي كوسيكن تربيع ثيتا ناقص واحد. بعدين أي أقول الكوسيكن تربيع ثيتا تكاملها سالب كوت ثيتا، السالب أنزلها، الواحد تكامله هو ثيتا لأن المتغير اللي عندي هني ثيتا، زائد السي اللي هو الثابت. وبذي الشكل خلصت أنا من هذه المثالين. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتفوق.